تاني خبر معانا هو البرازيل تشرع نظام الدفع بعملة البيتكوين داخل البلاد. وافقت الحكومة البرازيلية على إطار تنظيمي كامل لتداول واستخدام العملات المشفرة داخل البلاد، واللي هيبدأ يعترف بعملة البيتكوين كوسيلة للمدفوعات وكأصل استثماري يسمح للأفراد بالتجارة والتداول فيه. يضم أيضا النظام الجديد على قانون بيعتبر الاحتيال المتعلق بأي أصول افتراضية كجريمة يتم معاقبة مرتكبيها. ممكن توصل العقوبة دي للحبس بين 2 لـ6 سنين بالإضافة إلى دفع غرامة.